تشهد العاصمة الخرطوم ومحيط القصر الرئاسي غارات جوية وانفجارات ورشقات نارية، على الرغم من هدنة جديدة كان قد وافق عليها الجيش وقوات الدعم السريع. أكد الجيش السوداني أنه نجح في حرمان خصومه من نحو نصف قدراتهم القتالية. وفي المقابل أكدت قوات الدعم السريع على لسان نائب قائدها أنها لا تزال تسيطر على مواقع في القصر الرئاسي والإذاعة والتلفزيون ومطار الخرطوم والأحياء المجاورة له. عبر أكثر من 100,000 شخص الحدود السودانية نحو دول مجاورة، كما حذرت الأمم المتحدة من احتمال فرار أكثر من 100,000 شخص من السودان على خلفية الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المسلحة في البلاد. قالت منظمة الصحة العالمية إنها وجدت بعد تقييم مخاطر الاستيلاء على مختبر تابع لهيئة صحية عامة في العاصمة الخرطوم، وجدت أن مستوى الخطر متوسط، وكان ممثل المنظمة في السودان قد أكد أن هناك مخاطر بيولوجية كبيرة في العاصمة السودانية لأن المختبر يحتوي على مسببات الكوليرا وغيرها من المواد الخطيرة. دعت الجامعة العربية إلى وقف فوري لكل الأعمال القتالية في السودان دون قيد أو شرط. أدانت الجامعة العربية استهداف المدنيين والمنشآت المدنية خاصة الطبية منها في السودان، وطالبت بالحفاظ على حرمة البعثات الدبلوماسية وسلامة موظفيها. تنضم إلينا من الخرطوم مراسلتنا سالي بابكر. أهلا بك سالي. إذن ما هو جديد الاشتباكات وما يجري في السودان في مختلف المناطق مع تحذيرات ومطالبات عربية أخيرة بوقف فوري لإطلاق النار؟ نعم لينا، هدوء حذر في العاصمة الخرطوم اليوم في اليوم الثاني للهدنة المعلن عنها لمدة 3 أيام، وهي تمديد لهدنة سابقة وهي تعتبر الهدنة السادسة منذ اندلاع الاشتباكات. هدوء حذر في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم وفي بداية هذا اليوم، ولكن عصر اليوم تجددت الاشتباكات حول محيط القصر الرئاسي وحول مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم. كذلك سمع عدوي انفجارات في تلك المنطقة في وسط الخرطوم وحول محيط القصر الرئاسي. كذلك أيضا كانت هنالك اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في منطقة شرق النيل التي تقع شرق الخرطوم وشرق بحري. كذلك أيضا في منطقة كافوري تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في منطقة كافوري بمدينة الخرطوم بحري. أيضا سمع يعني كانت هنالك يعني استخدام الطيران الحربي أو كان الطيران الحربي يحلق فوق سماء الخرطوم. كذلك مضادات الطيران التي كانت خلال هذا اليوم من حين لآخر في مختلف وفي عدة مناطق في العاصمة الخرطوم. كذلك أيضا تجدد الاشتباكات في أم درمان في عدد من المناطق في جنوب أم درمان وحول محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان بالقرب من شارع النيل في أم درمان. ولو أن يعني كان هنالك هدوء نسبي وحذر خلال اليوم، يعني أصبح المواطن السوداني يحاول أن يتكيف مع ساعات الهدنة التي يعني يلتزم بها طرفي النزاع بشكل جزئي بساعات معينة خلال اليوم. المواطن السوداني يحاول أن يتكيف مع ذلك وأن يخرج لكي يحاول أن يوفر الاحتياجات اللازمة والاحتياجات الضرورية خلال ساعات الهدنة.
الهدنة أيضا يعني التي كانت خلال اليوم وساعات الهدوء الحذر، بعد المحال التجارية القليلة فتحت أبوابها لكي يتمكن المواطن من شراء احتياجاته الأساسية، ويعني بسبب نقص الوقود طبعا أصبح المواطن يذهب إلى أقرب مكان له لتوفير احتياجاته، إلى بعض المحال التجارية القليلة التي تفتح أبوابها لاحتياجاته لقضاء احتياجاته الأساسية، لأنه أصبح المواطن السوداني لا يستطيع أن يقطع مسافات بعيدة نسبة لنقص الوقود طبعا، سالي هنا فيذهب نتحدث سيرا عن على قلة قليلة الأقدام ممن لأقرب يحاولون مكان له. التكيف مع الأوضاع، لأن معظم هنالك من يقول بأنه احتمالية أن يفر أكثر من 800,000 شخص من السودان، كيف إذن الأوضاع في حتى على الحدود؟ نعم يعني بالفعل لينا يعني أعداد كبيرة جدا من سكان الخرطوم، يمكن أن نقول أكثر من 70% غادروا العاصمة الخرطوم، لأنها أصبحت يعني الوضع غير آمن في الخرطوم، ويعني صعوبة الحركة نسبة لعدم الأمن في الشوارع، كذلك أيضا لنقص الوقود، يعني لا يستطيع المواطنون التنقل بسبب نقص الوقود كما ذكرت لك، يتحركون إلى أقرب أماكن لهم، معظم المحال التجارية ومعظم الأسواق هي مغلقة تماما، معظم سكان الخرطوم غادروا إلى ولايات أخرى التي هي تعتبر أفضل حالا من العاصمة الخرطوم، كولاية واضح. البحر الأحمر وولاية الجدارف وولاية كسلة وولاية الجزيرة وولاية نهر النيل، أيضا هذه المناطق تعتبر أفضل حالا واستقرارا، حيث نعم. أن تتوفر فيها الخدمات الصحية للمواطن وعدد من المحال شكرا التجارية لك. والبنوك والأسواق فتحت أبوابها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك. شكرا لك يا سالي بابكر، مراسلتنا كنت معنا من الخرطوم.